السلام عليكم ورحمة الله. عشاق الرياضة، فهذه سلسلة مطبخ الرياضي، هذه واحد الأكلة نبارطاجيها معكم، نعطيكم بعض الأفكار، لأنني كشف أن مجموعة من الرياضيين ما عندهمش أفكار كيفاش يوجدوا بعض الوجبات اللي هي سهلة وفي نفس الوقت صحية. والأفضل أن الرياضي يوجد داكشي يديرو لراسو، فيها الرز يعني غني بالنشويات، كاين الأفوكادو أفوكا، ثم كاين البيض، وكاين هاد لاصوص هادي اللي كتنكه هاد الأكلة اللي فيها زيت الزيتون، أربعة المكونات: زيت الزيتون، العسل، الملح، والإبزار. كتنكه هاد الرز هذا بالطريقة هذه باش يكون عنده واحد الطعم جيد. هاد المسائل هي كاملة طبيعية، ما كاين حتى شي حاجة ماشي طبيعية، وهي أفكار بالنسبة للرياضيين من أجل أنهم يتغداو واحد الغذاء اللي هو صحي. كتوجد تقريبا في نص ساعة، يعني الرز كيتسلق في نص ساعة، البيض كيتسلق في 10 دقائق، يكون مسلوق مزيان، من الأحسن ما يكونش يعني لزيج، والأفوكادو تنقيه في 2 دقائق وأنت كتاكل واحد الشيء اللي هو صحي في البيت ديالك، من الأفضل أنك تاكل في البيت ديالك. الرز تقدر تعوضه بالشعير مثلا ولا شي حبوب أخرى، ومن الأحسن أن الرز لا سلقتيه ما ديرش الماء كتير باش ما يجيش ميه، يجي بهذه الطريقة هذه كما كتشوفوا. هذه الطريقة اللي كيديروا الآسيويين. هنا في لاصوص تقدر تزيد التوابل الاخرى لما بغيتي، كانت تعجبك شي حاجه اخرى زيدها. افوكادو تقدر ما تديروش كاع، تقدر تزيد فاكهه اخرى بحال الموز او الاناناس او الباباي او شي حاجه اخرى اللي موجوده. هناك بعض الاكلات في المغرب كنستعملوا فيها المشمش او البرقوق، حتى هو كيعطي واحد الطعم جيد يعني سكري صالي. والبيض تقدر تعوضه مثلا بالطون مثلا، او تقدر ما تديروش، المهم تبقى انت وجهدك وانت والاختيارات ديالك وانت ولوغو ديالك. ففقط بارطاجيت معكم هذه الاكله، هي سهله صحيه، احسن لكم من ماكله الزنقه بالنسبه خصوصا الرياضيين، ولا حتى الشباب اللي كيعيش مدن اخرى تيدرس ولا شي حاجه او تيعمل وما عندوش الوقت. فهذه اكله سهله جدا والطعم ديالها طيب وكتجي جيده واني كتشبع. كنشكركم على المتابعة والتشجيع في إطار علم الجري، في إطار مطبخ الرياضي. السلام عليكم ورحمة الله.